النهارده عايز اتكلم موضوع كده على السريع على موضوع السوري اللي بيقال عليه لفظ مش حلو في البلاد التانية، انما عندنا هنا في مصر بنقول عليه ايه؟ اخ وحبيب ومنور البلد كلها. ايه حكاية السوري؟ طلعت اشاعة كده السوريين عاملين والسوريين بإخوانجية والسوريين بيغسلوا امواله، فقلت يا دي انا مش من هواة المطاعم قوي، يعني ما ليش روح اقعد واستنى السلطة وقعدة مش حلو، يعني ما ليش روح. الولاد تحت الحاح والله يا بابا تيجي معانا هنأكلك حاجة ايه خفيفة خالص كده وبتاع، نقعد في المطعم ما نطلب، قالك بس تعالى بس ده هو دقيقتين. خدنا بعضنا ورحنا المطعم حاجة تخض، مع انه بيبيع يعني حاجات خفيفة، يعني المطعم حاجة تخض. ايه ده كم دور والانوار والمكيفات والدنيا كلها. هتفرج على استقبال الولاد السوريين بيستقبلوك ازاي؟ يا ميت مرحبا. يعني انت لو مش هتشتري هتشتري غصب عنك، لو مش هتخش هتخش غصب عنك من استقبالهم وطريقتهم في الكلام. يا ميت مرحبا، هلا عمو، نورت يا ابوي، والكلام الجميل ده. دخلنا قعدنا، ايه النظافة دي؟ ايه النظافة دي؟ مش عايز اتكلم كتير يعني على حد، انا بتكلم عن السوري اللي انا شفته اللي الناس بتطعم فيه وتقول لك هو السوري. لا ده السوري حاجة محترمة وشغال وراجل وشقيان ولا بيتبطر ولا صوته عالي ولا يفرج الزباين عليه ويعمل الواد اللي يعني انت في ناس بتيجي تقدم لك طبق كأنه بيفك قنبلة وتبص في وشه وتلاقيه عبوس. بعض الناس يعني دول عندهم ميزة يعني ما بشوفهاش كتير عند بعض العرب يعني. ولذلك انا فهمت هي الناس دي ليه ربنا مبارك لها في رزقها، وبعد ما كان مطعم 3 متر بقى 3 ادوار. وبعدين ايه ده مش بس كده، ده انت في طابور واقف بره زي ما كنا زمان واحنا في اوروبا كده واحنا طلبه يعني. فانا برد على اللي بيقول السوري ويقعد يفتي، يا اخي بدل ما تقعد تطعن في الناس قلدهم، اعمل زيهم، حاول توصل لمستواهم الخدمي والاخلاقي، حاول وشوف جرب وشوف، اتقن مهنتك كما يتقنها السوري بضميره وامانته ونظافته وشياكته. ياه هو ده اللي عندي. سلام.